احنا من دارية هربنا عن العنظمية عنا ضرب عنا قصف دارية كل يوم بدنا نفس نجيب أكل طعم الأولاد ما عم نلاقي عشان نبدأ نفطرهم ما عنا حطب ما عنا شيء بيحرقوا عينا بيحرقوا شيء بلاستيك بنستعين الريحة بدنا حليب الأولاد ما عنا ما عنا نبدأ بأكل كل يوم نطلع الساعة 8 الساعة 12 نرجع بيتنا نطعم الأولاد عنا أولاد صغير بده حليب ما في بنبدأ بحليب حسبنا الله ونعم الوكيل. عمو احكي لنا شو عم تسوي انت هلا؟ والله عم دوس لانه ما في عنا ضو، عم دوس لاختي لحتى تقرا. انت اذا دوستي هلا شو بصير؟ بينشحن الموبايلات بيوضوا. حسبنا الله ونعم الوكيل، طيب كيف عايشه انت بالمنظميه؟ شو عم تاكلي وعم تشربي؟ والله اللي موجود مثل زيتون واذا يعني اذا في خبز يابس. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل يا عمو، هذه سلة غذائية مقدمة من جمعية الأمة الخيرية مع قطعة من اللحم. شو بتحب توجهي رسالة للإخوة المتبرعين؟ بشكرهم، وأكثر شيء إنه ونحن إنه كثير محاصرين وما عم يجينا لا حليب ولا شيء، وهي أول مرة بيجينا هي غذائية أولا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه معاناة أطفال مدينة معظمية الشام على مرأى ومسمع من العالم.